100%. مبروك من قلبي للسيدة المصرية اللي نجحت ان هي المرة دي كمان تقول ان هي بقوة بتختار بديمقراطية بقوتها بصوتها ببيتها بولادها كده بتختار رئيسها ورئيس مصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. صراحة مبروك للمساند الأول عن للمرأة المصرية والمدافع الأول والمساند الأول للمرأة المصرية. أنا أتفق 100%. وأولا أنا أشكر حضرتك جدا على يعني الشهادة العظيمة اللي حضرتك قلتها لي، بس علشان أعرف أختم الشهادة كده زي شهادة الجامعة، لن تختم إلا إذا شرفتينا ونورتينا أو جينا لحضرتك المكتب علشان نعمل حوار على اللي حضرتك لسه قايلاه، مساحات أوسع وملفات أكتر للمرأة. ده شرف ليا يا استاذ، انا اللي اتشرف، انا اللي اتشرف. اشكرك يا دكتور، شكرا والف مبروك لمصر والف مليون مبروك مره ثانيه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي المدافع الاول والمساند الاول للمراه. صحيح. انا بشكرك جدا دكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراه في جمهوريه مصر العربيه.